طيب انا هعمل دلوقتي، هعمل البطاطس البوريه بتاعتي، مقاديرها على الشاشه، مقادير البطاطس البوريه على الشاشه. بطاطس، زبده، حليب، بقدونس او ريحان اخضر. معانا المقادير بسيطه وسهله، وزبده. تعالوا نعملها مع بعض بسرعه كده. طبعا لو حطيت زبده دلوقتي في الطاسه هتتحرق وتبوظ لي البطاطس بتاعتي، وتقول الشيف المغازي قال نعمل كده، وازعل قوي على فكره. في حاله لما شفت المدرسه الطهويه بتقول ايه هنا، سمع هس، في حاله لما استخدم الزبده مع صوصات او ان انا هعمل بطاطس بوريه، لازم تتعاملي زي ما انا هتعامل دلوقتي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط اول حاجه شويه حليب. البطاطس البوريه بتاعتي غنيه بالنشويات، غنيه بالكربوهيدرات. شفت انا استخدمت الزبده ازاي؟ حطيت شويه حليب، غليوا على النار، حطيت الزبده، ساحت الزبده، نزلت بالبطاطس البوريه، اسيبها تشرب الزبده تشرب الحليب، حط لها شويه فلفل شويه ملح، خلص الكلام. بطاطس تاكل صوابعك وراها. هي دي عدل اللحمه المشويه، هي دي عدل الفراخ المشويه. المخرج بيقول لي كده بشرب بطاطس خفيفه. اصبر على رزق، انت مستعجل ليه؟ انت وراك حاجه؟ شوف انا بقلب اهو، شوف البطاطس وقوامها لسه، حط لها كمان كوبايه حليب تشربها. لان البطاطس فيها نشويات، وسبحان الله من نعم ربنا على الانسان، نشويات البطاطس خلقها ربنا عشان تمتص السموم اللي موجوده في الجسم. هو الجسم فيه سموم يا شيف؟ فيه سموم طبعا. نعم يا فندم. تعمل ايه يا شيف؟ بعمل حاجه كده، قاعد فاضي ورايش حاجه، والفاضي يعمل قاضي. معايا وقت كبير النهارده. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ بدلع البطاطس، بدلع حته اللحمه المشويه. دي طماطم شير صغيره كلنا عارفينها، عينيه معاها شويه بقدونس. يا ويلي حلو. تعملي الكلام ده في البيت؟ ايه المشكله؟ البرزنتيشن مطلوب، الشكل، الطبق، نرسم الطبق واحنا بنعمله. نعم، الله عليك يا استاذ رحاب، احنا بنعلن على الهوا اهوت. اللي يعمل اكل من بتاع، ما كل الدنيا بتعمل الاكل بتاعنا يا استاذ رحاب. اللي يعمل اكل يصوره ويبعته لنا على السوشيال ميديا، ويبعت الصوره احنا هنقول اسمه على السوشيال ميديا. نقول مثلا ام محمد عملت النهارده كبسه باللحمه، والصوره جميله وحلوه، تسلم ايدك يا ام محمد، بطريقه المغازي، حاجه لطيفه وجميله، ويبدا ايه الموضوع يبقى لطيف. شفت انا لما سالت عن الحلبه المعوده، كل مصر بتجاوب، واللي مش قادر يجاوب يجاوب جوه قلبه وهو قاعد، ويبقى نقاش اخوي، نقاش على الاسره. وده دليل طبعا ان احنا كلنا اسره واحده، يعني زي موضوع الحلبه المعوده ده كده، الكل عايز يشوف هي اتعملت ازاي. وهقول لكم على حاجه للامانه، والله العظيم انا النهارده وانا جاي على عربيتي عطلت، وانا في ميدان لبنان بصراحه، يعني كلمت زوزو رحاب قلت لها انا ايه العربيه عطلت وهاخد تاكسي وجاي. بتكلم على اللي بيحصل، ما فيهاش حاجه، والله العظيم اقسم كله نزل من العربيه. شوف مغازي نوصلك، شوف مغازي، عارفين انه عنده هوا. 90% من المره اللي ماشيين راكبين عربيات واللي ماشيين على رجليهم، نوصلك يا شيف، نركبك والله. وطبعا هنا في ماسبيرو هيعيدوا حلقه، يذيعوا الشيف فين؟ طبعا حقهم. فطبعا دوري ان انا اطمن الجمهور